بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة اليوم تحت العنوان Using Basic Layouts. المشهد يا جماعة بتاع Basic Layouts، لو عملت دبل كليك على اللي أو على السلايد ديت، خلوني مثلا نشتغل على السلايد زي هي ديت. انا ممكن طبعا اغير اللاي اوت بتاعها باني اضغط عليها رايت كليك واقول له والله لاي اوت. كما اني ممكن اعمل، لو انا عملت جيت اعمل نيو سلايد هيقول لي والله الويزارد بتاع السلايد. اتكلمنا عن التمبلتس، نتكلم بقى عن البيزك لاي اوت. البيزك لاي اوتس ديت يا جماعه عباره عن مجموعه من اللاي اوتس اللي هي بيلت ان، موجوده في قلب المكتبه بتاع البرنامج. في منها بلانك فاضي، في منها كويستشنز ميديا، يعني السؤال هتحط على الناحية الشمال، وميديا على اليمين، ممكن تكون صورة، ممكن تكون فيديو، ممكن وفي من فوق زي مثلا خانة للتايتل، عنوان الشريحة، كويستشن بس ومساحة تحت منه، في تايتل بس ممكن يكون تحت منها في رسم توضيحي اور فيديو اور اي ما شابه، في تايتل اند كونتنت، في بيبقى محتوى عنوان وتحت منه محتوى. تمام يا جماعه. وطبعا الكلين دايت بالنسبه للتمبلت اللي احنا لسه عملنا له انسرتيشن، اللي هو كان الملف اللي فيه الاسئله وكده. ده بالنسبة للجانب الخاص بالبيزك لي اوت. زي بالظبط لما انت تيجي تعمل شريحة جديدة، فبيقول لك طيب انت عايز تختار الشريحة دي تحط فيها ايه بالظبط. ده الجانب الخاص ببيزك لي اوت. انا لو طبعا لو اخترت مثلا اي شيء انا ممكن اغيره، زي ما احنا عارفين لو اخترت مثلا تايتل اند كونتنت وعملت انسيرت هيبتدي يدرج لي تايتل وكونتنت. ادي التايتل يا جماعة جاهز عشان اكتبه، والكونتنت بتاعي جاهز عشان ابتدي ندرجه. كما اني ممكن انا ابتدي ادرج الميديا المختلفه من خلال قائمه انسرت. لو انا كنت عايز اغير لاي اوت يا جماعه، ابتدي اروح كليك يمين عليها وبعمل لاي اوت وببتدي اختار من حاجه اوريدي موجوده عندي، لو ممكن اخليها بلانك. طبعا الجانب الاخير كان خاص بالديزاين. انا ممكن من ديزاين يا جماعه، لو انا عملت مثلا اخترت ثيم معين، الثيم ده بيطبق يا جماعه على ايه؟ بيطبق على كل السلايدز اللي موجوده في السنس اللي انا موجود فيه يا جماعه. كما انه كمان بيطبق على كل السلايدز اللي موجوده في السنس اللي بره، يعني اكشولي هو بيطبق على كل الستوري فيو تقريبا. لما بمنتج على سين بيطبق على كل الستوري فيو. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.